كل عام ان شاء الله. معنا سعد سبيعي ابو غينا، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. كيف امورك وجه سعد؟ خير يا مال الخير. انا ترى ما اشوفكم، ما عندي شاشه. شغلنا الشاشات يا رب، خلنا نشوفه ويشوفنا. طيب سعد، لبيه لبيت في منى. اولا باسمي وباسم الشباب الف مبروك تدشين شاي السعد اليوم. الله يبارك فيك. وهداياك وصلت، وعز الله انك اخترت وقت التدشين مع الغالي الشيخ بدر المشاري ابو نادر. هذا توفيق من الله، والشيخ بدر ما قصر، بيض الله وجهه، دائم يدعم الشباب وما هو مقصر، سابق مطيبه. وللامانه هذا درع اهداء لقناه بدايه باسم الشاهي من سعد السبيعي، وصلنا اليوم. ومن فقرتنا هذه نهدي للابو يارا او للقناه بشكل عام بشاي السعد. الله يرزقك مناسع فضله ويسد دينك ودين والدك ويرزقك الحلال الطيب يا بعدي. هذا اقل ما نقدمه، الشكر هذا اقل شيء نقدر نسويه لاداره القناه. ما قصروا، بيض الله وجيههم، ادعمونا ودعموا مشاريعنا ودعموا، يعني كانوا حريصين على ان اي شخص هنا يطلع مستفيد اقل شيء لو بمشروع بسيط. طيب حبيبي، هذا ابو فزاع معك. يا مرحبا. صباح الخير يا سعد. صباحك الله بالنور والسرور. وشلونك؟ طيب بخير يا مال الخير. اول شيء ذكائك اليوم في اختيار الوقت المناسب، والناس اصلا ما تضايقت ولا قالت ان سعد سوى فقرتين، يعني ما حد موجود، فعجبتني انك عبيت هالاماكن بمحتوى جميل. المحتوى الاول اللي هو الشاهي، وانت ذكرت انك كنت من امس لكن حصلت احداث. نعم. واليوم جبته، عجبتني تقديرك للشيخ، والشباب كلهم ان شاء الله مقدرين الشيخ، لكن نعم. عجبني فيك تقديرك للشيخ، وانك سحبته وهديت الهديه، والشيخ من حسن ذاته نعم. تقبلها وما يقبل الهدايا. لمسه جميله جدا، وان شاء الله انها خطوه مباركه. الخطوه الثانيه تدشين الشيله، وهذا شيء جميل، وحنا دائما نبحث عن نماذج الوفاء. هي ليست مجرد شيله. نعم. او شيله، هي وفاء للقناه، والوفاء في الزمن ذا ترى عمله نادره، وانت من النوادر يا سعد. الله يعطيك العافيه. الله يطول في عمرك ابو فزاع، بيض الله وجهك. هذا الكلام. صبحك الله بالخير يا سعد. صبحك الله بالنور. كيف حالك يا ابو غنى؟ بخير يا مال الخير. الشاي جنبي يا ابو غنى، ما فكيته اليوم، انا ثالث بياله. جاك والله تسلم، جاك بالعافيه ان شاء الله. جميل، ترى احنا على الشمال راعين شاي. ابشر به ردود تجيك. الله يكرمك يا طويل العمر. سعد، اول شيء ببدا من امس، مبروك المطعم. ومبروك الشيله. الله يبارك فيك. مبروك الشاي. الله يبارك فيك. مبروك علينا تواجدك وحضورك وعودتك من ابراهيم. اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك. امين. انا الاسبوع هذا اللهم لك الحمد موفق. سفارة سمو والمزاج. الله يديمها. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. الله يديمها يا اللهم سعد، ويديمها، يديم الافراح عليك وعلى جمهور السعد وعلى قناة بداية. اللهم وان شاء الله يا سعد نشوف منك تفاعل زي العادة، يعني وبزيادة ان شاء الله. فتبقى. باذن الله، بكل اللي حصل هذا ان شاء الله انه دافع باذن الله. باذن الله. طيب سعد، بالنسبة للمطعم الناضج الف مبروك. الله يبارك. ايش رايك في السياسه الجديده للمطعم؟ السياسه يعني صحيح ان احنا كان ودنا يعني مثل ما كانت عليه قبل، حتى يعني يكون الربح اعلى، لكنها ما فيها السياسه، يعني راضين بها احنا، واهم شيء انه ما نخسر، والشركاء اللي دخلوا معي انهم ما يخسرون، والربح ان شاء الله انه مضمون، وحنا حاطين سياسه معينه بنمشي عليها باذن الله. كل واحد منا، انا والشركاء والهامور، بنضمن ربح معين، وبيجيكم شوي محمد الذهلي، هو ماسك الحسابات وبيشرح لكم الموضوع كله. ولا شيء توزيع الادوار، عطنا محمد الذهلي بعدك. الله يعطيك العافيه يا ابو غنى. الله يعافيك. انا عندي